سحر الطبيعة الخلابة وإبداع الخالق يتجلى في راشين، تلك المنطقة التي سرقت أنظار السياح من مختلف المناطق وشكلت البيئة الخصبة للأشجار المتنوعة كاللوزيات وأشجار الزيتون المثمرة وأشجار السرو والصنوبر والنباتات البرية كالشومر والزعتر البري والأزهار الجميلة. راشين وتحت أشجارها تلتقط أنفاسك التي انتظرتها بعد ضغط العمل وتستمتع في الهواء النقي المشبع برائحة البحر. تتربع راشين فوق أراضي بلدة بنعا وتتوسط بين العديد من القرى التابعة لمحافظتي تلكرم وجنين، إذ تعد نقطة الوصل بينهما وتعانق الناصرة والمثلث في إطلالتها على الساحل الفلسطيني على ارتفاع يقدر ب 550 مترا عن مستوى سطح البحر، لتكتسي جبالها الثوب الأبيض في فصل الشتاء. في قمة راشين خربة أثرية تعود إلى العهد الروماني، وفي باطن راشين معبد يعود إلى العهد العثماني الذي كان يمر منه القطار في طريقه إلى الحجاز، يبلغ ارتفاعه 5 أمتار على امتداد يقدر ب300 متر. تتماسك حجارته متحدية تغير الأزمان ويعد نقطة جذب سياحي في أوقات الإجازات، مما جعل من هذا الجبل بقعة تاريخية وأثرية هامة في فلسطين يمكن الوصول إليها من عدة طرق. منطقة راشين بسبب ارتفاعها عن البحر بمثابة 500 إلى 600 متر فوق سطح البحر، وهواءه النقي المشبع بكل العناصر الطبيعية الموجودة في المياه القادمة من البحر الأبيض المتوسط، تتمتع بخصائص علاجية كبيرة وهدوء للأعصاب وللجسد، تجعلها منطقة جيدة للعلاج الطبيعي والنقاهة والترفيه والعناية بالبدن. مشروع خدماتي بامتياز يعنى بصحة الإنسان، بصحة الجسد، بالصحة النفسية، يتكون من عدة أجنحة، من عدة مرافق، منها الطبي ومنها العلاجي ومنها الترفيهي ومنها التعليمي، علاج متكامل لكل نواحي الراحة النفسية والعلاجية للإنسان. حيكون جزء مهم بالعلاجات التجميلية كجراحة تجميلية ولياقة بدنية وتخفيف وزن. وجود هذا المشروع في منطقة الشمال حينقل المنطقة نقلة نوعية في مجال الخدمات. وما ننساش كمان إحنا بنحكي عن إخوتنا في 48 وتقديم خدمات أفضل لإلهم، خدمات ليست موجودة في كل أنحاء فلسطين أو المنطقة.